جزاك الله خير، ايدك خفيفة. يعني خلاص العملية بكره؟ الساعة 10 الصبح إن شاء الله. سبحان الله، كل ما نويت أسوي العملية، أسوي عملية عيوني تتأجل. كن الله سبحانه وتعالى يبغى إني أظل طول عمري عمي. يا حاج خلينا في قلبك دلوقتي، القلب أهم. العجيب أن الوالدة الله يرحمها كانت مريضة بمرض القلب، والوالد مريض بنفس المرض. والله أنا خايفة السالفة تكون وراثة. لا لا تطمني، أنت أصلا ما عندك قلب. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. أخ مخلص. أيوة حق. يا هلا وسهلا. أهلا وسهلا. بنات عندي كلمة رأس لو سمحتوا. أقول خلاص. نعم. لو سمحتي تعالي كل يوم، لا مو كل يوم، كل دقيقة شوف الضغط. ها يلا يلا يلا. جزاك الله خير. زي يا هلا وسهلا، حيا الله الجار العزيز. الله يخليك، انا كنت جاي لك النهارده بعد الظهر. ايه مش عشان انت كلمتني يعني انا جيت، لا انا كنت كده كده جاي. يدري يدري، يا هلا وسهلا فيك. ها خير يا حاج؟ ساعدني. اتفضل اتفضل. على بالك على بالك. اقول يا اخ مخلص، انا صاحي ولا خربط؟ ليه بتقول كده؟ انت زي الفل اهو. يعني انا عاقل ولا مجنون؟ الله، ده انت سيدي العاقلين كمان. جزاك الله خير. قبل لا اسوي العمليه ابغى املك على خلاص اليوم. ها وش قلت؟ اكيد انت الحين فاتح فمك وتطالعني وانت متعجب وغنيت بنظرك من اكبر المهابيل، مو كذا؟ ده مش وقت جواز يا حاج، خلينا الاول في العمليه وصحتك وقلبك، وبعد ما تخرج بالسلامه ان شاء الله من المستشفى نبقى نتكلم في الموضوع ده. ما نجحت العمليه ولا طلعت من المستشفى بالسلامه، وش الحل؟ ده امر ربنا بقى يا حاج، والاعمار بيد الله. ولا انت ناوي تتجوزها وتاخدها معاك؟ ولين وهذا كيف افهمه؟ شوف يا اخ مخلص، بنتي غنية عندها فلوس وعندها معرض وعندها فيلا وعندها عمارة، مي بحاجة الكمة كم الف اللي عندي. أنا أبغى إخلاص تارثني لو صار فيني شيء. عرفت الحين ليه أنا بأملك قبل أسوي العملية؟ تنحنح قول أي شيء. مصيبة مصيبة إذا ما أنت فاهم شيء للحين. أنا فاهم يا حاج، فاهم كل حاجة، بس اللي أنا عايزك تعرفه إن صحتك عندنا أهم من أي حاجة في الدنيا وأهم من أي فلوس. بكرة إن شاء الله تعمل عملية وتنجح بإذن الله. إن شاء الله. وساعتها بقى نتكلم في الموضوع ده، وأنا يا سيدي مش هقول لأ. الله يبشرك بالخير، الله يطمنك، الله يبشرك بالخير، الله يطمنك يا النسيب.